انطلاقاً من الاستراتيجية التي يتبناها ويعمل لتطبيقها على الأرض منذ تأسيسه، يسعى اتحاد لجان العمل الزراعي إلى تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين فوق أراضيهم، إضافة إلى تقوية مواردهم الاقتصادية وتحسينها. الاتحاد الذي انطلق من مدينة القدس في العام 1986 ومنذ نشأته اعتمد في منهجه على مبدأ العمل التطوعي، ورسخ هذا المفهوم لدى طاقمه من ناحية، واعتمد في تطبيقه على تشكيل لجان زراعية في أنحاء فلسطين كافة. الاتحاد مؤسسة أهلية غير ربحية، عمل ومنذ يومه الأول على التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية التي تستهدف ليس فقط الأرض الفلسطينية، بل طالت الإنسان الفلسطيني وكل ما هو حي على هذه الأرض، وتصدى لها من خلال تنمية وتطوير القطاع الزراعي كأحد الأشكال الرئيسة في الدفاع عن هذه الأرض وحمايتها، إضافة لما يقدمه الاتحاد من برامج ومشاريع زراعية تنموية وإغاثية تهدف في مجملها لحماية الأرض من غول الاستيطان والتهويد والمصادرة، ولتوفير مصادر رزق كريم لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعاني قسوة الظروف ومرارة الاحتلال وظلمه الذي لا يوصف. فعلى مدار 20 عاماً قدم الاتحاد العشرات من البرامج والمشاريع التنموية والإغاثية للمزارع الفلسطيني من قبيل برامج تطوير الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة، وبرامج تشغيل العمال ومكافحة الفقر والحد من انتشار البطالة، وبرامج تطوير مصادر المياه والاقتصاد المنزلي كتجفيف المحاصيل الزراعية والحدائق المنزلية وتوزيع الأغنام وما شابه، وكذلك برامج تسويق المنتجات الزراعية مثل برامج تسويق زيت الزيتون والزعتر والصابون الذي تعتاش منه مئات الأسر الفلسطينية الفقيرة. وعمد الاتحاد من خلال ما قدمه ويقدمه من برامج ومشاريع زراعية على تشجيع عودة الإنسان الفلسطيني لأرضه وغرسه فيها. جان عمل الزراعي تقوم بنشاطات عدة على مستويين: المستوى التنموي الذي يختص في تنفيذ مشاريع تنموية بعيدة المدى وقصيرة المدى، مثل تطوير الأراضي اللي بيشمل إصلاح الأراضي وزراعتها وإنشاء وإقامة أبار زراعية من أجل مساعدة المزارعين في ري أراضيهم بشكل مساعد، بناء جدران استنادية، زراعة أشتال مثمرة من أجل تزويد المزارعين بزيادة الإنتاج الزراعي في خاصة بالأشجار البديلة عن الأشجار اللي بتحتوي على مساحات كبيرة من أراضينا الزراعية. 2، بقوم على تنفيذ مشاريع ذات الحديقة المنزلية اللي هي لها علاقة في تنمية البيئة، تنمية الفلاحين المزارعين، تنمية المرأة وعلاقتها بالأرض وعلاقتها في المشاريع التنموية، إرشاد زراعي ويقوم على إرشاد ووعي المزارعين على المستوى البعيد المدى على كيفية وقايتهم للنباتات ووقايتهم للثروة الحيوانية في منازلهم ومشاريعهم للثروة الحيوانية. تقوم على إعادة تأهيل وتطوير مشاريع مصادر المياه، خاصة المياه الخاصة للزراعة وللشرب، لأنه نعتبر المياه جزء أساسي من مشاريع تنموية. ومن البرامج الجد هامة لاتحاد لجان العمل الزراعي والممول من قبل مؤسسة أوكسفام البلجيكية، ومؤسسة أوكسفام هي إحدى المؤسسات الدولية البلجيكية العاملة في فلسطين والتي تناضل من أجل العدالة ومكافحة الفقر، وهي تعمل على زيادة قدرات الناس في الجنوب الفقير ومحاولة جسر الهوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، وتعزيز دور النساء في المجتمع وتحرير الشعوب عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع من أجل تعزيز حق الشعوب في الحياة بأمن وسلام. برنامج إنتاج وتحسين البذار البلدية الذي جاء ليعيد للمزارعين الفلسطينيين ما فقدوه من أصناف بذار بلدية على مدار 15 عاماً المنصرفة في مناطق جنوب الضفة الغربية، وتحديداً في المناطق المصنفة بعلية، بمعنى التي تعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار الوافدة من السماء،
والتي تقع في المناطق المتاحمة لما يسمى بالخط الأخضر الذي يفصل فلسطين المحتلة عام 1948 عن بقية فلسطين التي احتلت عام 1967، حيث أن المزارعين الفلسطينيين فقدوا أصنافهم البلدية بسبب إدخال أصناف إسرائيلية غريبة للمناطق الفلسطينية التي أدى دخولها إلى حدوث نوع من التهجين مع الأصناف البلدية الأصلية، مما أفضى لوجود أصناف جديدة غير تلك الأصلية والتي لا تتناسب ظروف المنطقة الجوية، مما ساهم في تخلي قسم من المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم بعدما فقدوا جزءاً من مصادر رزقهم. إذن البرنامج يهدف لإعادة هذه الأصناف من البذار البلدية لتكون من جديد بين أيدي المزارعين بعد افتقادها، وكذلك توفير مصادر رزق ودخل لمئات الأسر الفلسطينية في مناطق جنوب الضفة الغربية. فعلى مدار 4 سنوات من أصل 5 سنوات هي عمر البرنامج، نجح الاتحاد في تحسين ما يقارب من 16 صنفاً من الخضروات البلدية في حوالي 30 منطقة مختلفة من جنوب الخليل، استفادت منها 360 أسرة فلسطينية. هذا البرنامج انطلق في العام 2003 في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بتمويل ودعم من مؤسسة أوكسفام البلجيكية، وبتنفيذ اتحاد لجان العمل الزراعي الذي يوفر للمزارعين كل ما يلزم من بذار وأدوات زراعية وتدريب ومتابعة وإشراف على كافة مراحل العمل، حتى يصبح المزارع الفلسطيني من جديد يملك الأصناف البلدية التي فقدها. So Oxfam Solidarity has been working since more than 20 years, since the beginning of the 80s in the occupied Palestinian territories to support Palestinian people. We are doing this through development projects and humanitarian aid projects. One of our partners is the Union of Agriculture Work Committees in rural development. Since now, specifically on the seeds project, which is a project that is going on in a cycle of 5 years, we started with the project in 2002, we're going to finish it in 2007, and the idea is specifically in the Hebron area. يعتبر مشروع تحسين البذار البلدية، إنتاج وتحسين البذار البلدية الذي ينفذ في منطقة جنوب الضفة الغربية تحديدا في جنوب الخليل، من أهم البرامج والمشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي في المنطقة، وذلك لعدة أسباب. كون أن المشروع يحاول أو نحاول من خلال هذا المشروع أن نوفر البذار الأساسية النقية التي كانت موجودة في المنطقة والتي كانت تزرع بعلا والتي كان يعتمد عليها عدد كبير جدا من الأسر الفلسطينية التي تسكن أو تقطن المنطقة المحاذية للجدار الفاصل أو المنطقة الحدودية. المشروع ينفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي كما أسلفت، وبتمويل من مؤسسة أوكسفام بلجيكا. مدة المشروع 5 سنوات، هو برنامج أكبر من مشروع. هذه السنة تعتبر هذه السنة الرابعة في عمر المشروع. حتى اللحظة تم تحسين ما مجموعه 16 صنف من الأصناف البلدية، ويتوقع أن يتم تحسين حوالي 20 صنف من الأصناف البلدية التي كانت ضمن الخطة السابقة عند إعداد المسح الخاص بالمشروع، حيث جاءت فكرة المشروع عندما تم عمل مسح في المنطقة وتبين أن المنطقة والمزارعين في منطقة جنوب الخليل أصبحوا لا يملكون البذار البلدية الأصلية التي كانت موجودة في المنطقة منذ عشرات السنين. ودلت الدراسة أن سبب الفقدان هو وجود مزارعين إسرائيليين يزرعون في المنطقة المحاذية على جانبي الحدود، وكلنا يعني نعلم أن المنطقة لا يمكن التحكم فيها. وتقوم فلسفة برنامج إنتاج وتحسين البذار البلدية على تطبيق الخطة التي تم اعتمادها منذ بدء المشروع، بحيث يتم اختيار 90 مستفيداً ومستفيدة في 10 مناطق من قرى محافظة الخليل تنطبق عليهم شروط البرنامج الذي يستهدف الأسر الفقيرة الكبيرة الممتدة المعتمدة في اقتصادياتها المعيشية على الزراعة. ويسبق ذلك دراسات وزيارات ميدانية للمستفيدين من المشروع من قبل مهندسي الاتحاد الزراعيين. وفي كل عام يجري اختيار 80 مستفيدا ومستفيدة من المشروع لإنتاج البذار، وعشرة آخرين لتحسينها بعد توقيع اتفاقيات معهم ورفضهم بالتوجيهات اللازمة لذلك،
لا سيما فيما يخص البذار البلدية والزراعة البعلية العضوية، ثم يتبع ذلك توزيع البذار المراد تحسينها وزراعتها عليهم، وهي 5 أصناف سنوياً يتم اختيارها بما يلائم البيئة والمناخ في المناطق المستهدفة. وهنا لا يتوقف دور الاتحاد، إذ يواصل متابعة كافة مراحل عملية الزراعة والتحسين. زي ما احنا عارفين، هذا مشروع إنتاج وتحسين بذار بلدية بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام بلجيكية، طبعاً اللي هو بقيم عليه اتحاد لجان عمل زراعي. بيهدف هذا المشروع لتحسين الأوضاع المعيشية للخليل، حيث أنه لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه صارت البذور الإسرائيلية هي اللي تطغى على البذور البلدية. احنا بنحاول نرجع هاي البذور البلدية لأصلها، حيث أنها هي يعني أصناف يعني بذور بتكون مقاومة للآفات ومقاومة للأمراض، وبتكون رخيصة الثمن، وبإمكان المزارع هو نفسه أنه ينتجها. من خلال موسم الزراعة بيتم أنه المزارع بعد ما يأخذ طبعا دورات تدريبية، ومن خلال إحنا بننسق مع مهندسين عنا ونعطيهم الدورات، بنمدهم بالمعدات الزراعية وبالأشتال، منتابع معهم أمور الزراعة، ومن خلال ما يتم عملية القطف وبتركوا أنه عندنا أصناف بتكون ذات صفات جيدة. هاي الأصناف نتركها ترابي. يعني شو يعني ترابي؟ يعني أنه نتركها لحتى تكبر تنشف تعطينا بالآخر بذور. هاي البذور بتكون ذات صفات جيدة مقاومة للأمراض والآفات. هاي بذور هي بذور البلدية. المزارعون والمزارعات المستفيدون والمستفيدات من برنامج تحسين البذار بدورهم أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم باتحاد لجان العمل الزراعي الذي مكنهم وساعدهم على العودة إلى أراضيهم وحصولهم على مصدر رزق صدر منهم قصراً، ومكنهم مرة أخرى من الحصول على أصناف مزروعاتهم البلدية المعهودة بجودتها، والتي بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً مع غزو البذور الهجينة لحقولهم من مزارع المستوطنات الإسرائيلية القريبة. اتحاد لجان عمل الزراعي نشكرهم على معاملتهم والعاملين فيه، لأنهم عاملونا معاملة حسنة، وأنهم اللي درسونا الدراسي كانوا عاملين معنا معاملة كويسة، والحمد لله وفهمونا كيف نزرع وفهمونا كيف نشتغل، والحمد لله استفدنا من هذه اللجنة. ويهدف اتحاد لجان العمل الزراعي من وراء مشروع تحسين البذار هذا الحفاظ على الأصناف البلدية المحسنة وإنتاج أصناف بلدية أصلية تكون قادرة على التأقلم مع الظروف المناخية في منطقة الخليل، وتمكين المزارع من إنتاج بذاره بنفسه، الأمر الذي يخفض نسبة تكاليف الزراعة وضمان حصوله على بذار عالي الإنتاج والجودة. تحسين البذار البامي بلدي قديم، بلدي من النوع القديم، والقرع طبعا بلدي من النوع القديم اللي كنا نستعمله في السبعينات، البندورة طبعا بلدية، الكساية طبعا بلدية اللي كنا نستعمله في السبعينات، نوعية جيدة كثير. ولعل أبرز مخرجات مشروع تحسين البذار يتجلى في التأكيد على الزراعة البعلية التي تعد الأقرب للزراعة العضوية، إضافة إلى القيمة العالية لهذه المنتجات غذائياً واقتصادياً وبيئياً، ومحافظتها على التربة ومكافحتها للآفات الزراعية بطرق آمنة. ولا يقف دور اتحاد لجان العمل الزراعي في محافظتي بيت لحم والخليل عند مشروع تحسين البذار فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مشاريع وبرامج أخرى تساعد الأسر الفلسطينية الفقيرة وذات الدخل المنخفض والكادحة على توفير مداخل اقتصادية تواجه بها حالة الحصار الاقتصادي والسياسي الذي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ومن المشاريع المتميزة التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي إدخال تقنيات جديدة لتجفيف الخضار والفواكه كما هو الحال بمحافظة الخليل بدعم من شركاء آخرين. وتعتمد هذه التقنية التي تستفيد منها 25 سيدة فلسطينية يساهمن في إعالة أسرهن على توظيف الطاقة الشمسية في العملية تحت إشراف مهندسين زراعيين من الاتحاد يتابعون كافة مراحل العمل بالتوجيه والإرشاد والدورات التدريبية لعضوات إحدى الجمعيات النسوية المستفيدات من المشروع. نشتغل في المياكن التجفيف
احنا العام وهي السنة سنتين إن على مياكن التجفيف، ومكونين من 25 عضوة من العضوات. قلنا أول شيء قبل ما يجيبوا لنا التجفيف أعطونا دورة عن التجفيف، دورة كونت من ثلاث أو أربع أسابيع تقريبا كونت، وبعدها بعد ما أخذنا الدورة جابوا لنا المياكن وعملوا لنا تطبيق عملي. ولأن الأرض هي رابط الفلسطيني بوطنه، سعى الاتحاد لتوظيف إمكاناته في تعزيز التواصل بين المزارع وأرضه بدعمه عمليات استصلاح الأراضي الخربة وتسجيرها، خاصة أن هذه الأراضي مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمصادرة لصالح الاستيطان والجدار العنصري. والله المحيط كان خراب، يعني الرجل كان ما يقدر يمشي فيه من شدة ما كان فيه صخور ومن كان فيه شوك ويعني بور الأرض. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بعث لنا مؤسسة لجان العمل الزراعي اللي قامت على مساعدتنا كمزارعين واستصلاح هذه الأراضي اللي انتم شاهدتوها كلها بكاملها من شجرية. فقمنا بزراعة الأشجار اللي فيها اللي هي نجاص ودراج وشجر رمان، والحمد لله رب العالمين اللي هذه السنة الرابعة اللي قام بإنتاج الثمر تبعها وشاهدت عملية القطف فيه من الخوخ والدراج. والحمد لله زي ما تقول اللي ربنا سبحانه وتعالى عنا على هذا المشروع وبمساندة المؤسس لجان العمل الزراعي، وفضل من عند الله عز وجل هذا الشيء اللي أنتج هذه الثمار إنا. ولمواجهة سياسة إفقار الفلسطينيين والتضييق عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عمل اتحاد لجان العمل الزراعي على اعتماد برامج تشغيل للأيدي العاملة المحلية في شق الطرق الزراعية وإقامة الجدران الاستنادية، ويستفيد من برنامج التشغيل هذا أكثر من 800 عامل فلسطيني، يعيل الواحد منهم بالمتوسط 7 أفراد بأجور مرتفعة. ويرمي الاتحاد من وراء هذا البرنامج إلى تحسين مداخيل المواطنين الفلسطينيين واستصلاح الأراضي الزراعية وتوفير شبكات طرق إليها. نعم، أنا عندي 10 أنفار في البيت وما فيش شغل، يعني الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية للناس كلها يعني مش بزيادة، الكل بده يعيش يعني. يعني لولا الجمعية هذه مساعدة الناس ما بجوز يصيروا على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الإطار كذلك يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي على تأهيل وتطوير مصادر المياه لتوفير البنية الأساسية للمزارعين الفلسطينيين وللحفاظ على المياه الفلسطينية وتوظيفها بأمثل الصور في الزراعة الفلسطينية والاستفادة منها بدلاً من ضياعها سدى. كما ويدعم الاتحاد مشاريع تربية النحل في عدة قرى من محافظات الضفة الغربية، إلى جانب تدشينه العديد من الحدائق المنزلية التي توفر الغذاء النباتي للأسر الفلسطينية، والتي يمكن لها أيضاً أن تبيع الفائض عن حاجتها لمواطنين آخرين، ما يوفر لها دخلاً تعتاش منه. اتحاد لجان العمل الزراعي مؤسسة فلسطينية أهلية أخذت على عاتقها الالتحام بالأرض الفلسطينية وتماهت مع المزارع الفلسطيني ركيزة الصمود والبقاء وحامل حق في هذه الأرض. اتحاد لجان العمل الزراعي مؤسسة فلسطينية أهلية أخذت على عاتقها الالتحام بالأرض الفلسطينية وتماهت مع المزارع الفلسطيني ركيزة الصمود والبقاء وحامل حق في هذه الأرض. الاتحاد البوصلة الحقيقية نحو التنمية الزراعية والاقتصادية المستديمة. اتحاد لجان العمل الزراعي مؤسسة فلسطينية أهلية تهدف للوصول إلى مجتمع زراعي آمن غذائيا ومتمسك بأرضه ويعيش في دولة فلسطينية حرة ومستقلة ذات سيادة، ويساهم بفاعلية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية دون تمييز. كما يتطلع الاتحاد إلى تحسين المستوى المعيشي للمجتمع الزراعي الفلسطيني في إطار متكامل للتنمية الزراعية المستدامة، بما يعزز الاعتماد على الذات وتفعيل دور اللجان المحلية الزراعية ومفهوم العمل الجماعي والتطوعي. Thank you.
الحمد لله.